فاتت الدخان عام عيني وخلاني ادخل لك غلط، انما المره دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني اخش. انت بتقول ايه؟ انت سكران. سكران؟ ابدا، انا شارب من خمرة عينيكي عطشان، عطشان للمسة منك. ما انت كنت بتعمل فيها كده ليه؟ انا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك، انما دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاكي، وانا كل حتة في جسمي عايزاك، عايزاك. ايه ده؟ يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا أنا مش قايل لك هلبت تحت بيتها؟ ما أنا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لا حد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانة، ماشي. سي خميس، سي خميس، الحاجة عايزاك. اوعى ياض، اتفضل. اوعى. مهدي، مهدي يا مهدي. ست شوق وأمور استشوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. أنا عارفة إنك هتركز معايا كده وهتدور. ماله أفندينا؟ لا مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ إيه اللي حصل؟ معرفش، اسأليه هو. وهو أنا لو عايزة أسأله هاخد الإذن منك أنت؟ يا واد أنت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفة يعني الأوامر، ما أقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دوران. العين دي قبل العين دي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. أنا محدش اتشرط عليا ياما. أنا اللي عايزني ياخدني زي ما أنا حلو كده، وأنا ما ضحكتش على حد. الكل عارف إني متجوز، وكرامة مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. أنت عارف إن العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفاية وش يا ابني، بره يلا، بطل يلا. راحة راحة واشربوا شاي. يجبر مين يا أما؟ أنا ما حدش يقدر يجبرني على حاجة، أنا أفندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خدوا منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طولة العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. يا اما انا ما اقدرش اظلم كرامه اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بس، بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا اخي، طمني. العمروتي شاريني كده، وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضي لك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل، دي فرصة، فرصة يا خميس، اوعى تسيبها علشان أي حد مهما كان عزيز عليك. النبي طب ما رحتيش قلت الكلام ده ليه للخيل وسبتيه يقع في شبكة شوك؟ البنت أنا سألت عليها جابوا لي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه يا حاج. ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب 100 لون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. هما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عوق وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسه. هي يا اخويا السياسه بتعلم على الرجاله وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو، ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهافك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانيه، وانت اللي هتجيب لي قرار. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه واكله دماغ افندينا، عايزاك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي ما اعرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مور. شكل كده نقلت العطا ورثي على افندينا ورميتي طوبة الكل، اللي على فكره هو المعلم ابو السنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي. حلاوتك حلاوتك يا شوق. عودي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لا مؤاخذه يروح يقول له، واللي يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت، ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوف عينيا ابدا. كبدنا كلام وحديث وغرام وانا في الحواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. يا صباح الفل، كنت فين يا ست شو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح كمان. حلو الكلام ده، طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة، فكر. شكريه، والوقفة دي مش حلوة، يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخيل. يوصل يا اختي. يلا يا مهندس. ولا فندم مين اللي يخصنا انا وحيدي كده؟ مطرح مكانك جايه ست شغل؟ ايوه معرفش. ما لقيتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المده دي. بقول لك ايه، انت متاكد ان الولايه دي كلبة فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زياده؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومه وانتهى. عاوزاك تركز بقى في خميسه فندينا، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعه وبالدقيقه، وما تقوليش بقى بيروح الغرزه ولا المكتب عند المحامي. لا، من ساعه ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما احب اجيبه اجيبه. طيب ماشي، سلام. انت بقى مش فاضل بقى غير البت سوريا، ودي لازم لها حل. تحليات مباحث حصلته في 3 اسامي، تحليات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه اسمه يا سيدي، اسمه لؤي الشريف، ابن تاج الالماس كبير. مش مهم ابن مين، لؤي. انت متاكد؟ اخص عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتهبط اتعاب. خميس انا خايف عليك. القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب لو قفشت في لحمك ما بتطلعش الا بالدم وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس، كلامك كتر قوي يا مطر. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. أنا ما قلتش حاجة يا معلم، أنا بس كنت بسأل. هتفضل حابس البت كده كتير؟ أنت مالك؟ الله، حاشرة نفسك في حاجة زي دي ليه؟ أصل اكتشفت إن حالها من حالي. أنت حابسني في جوازة ابنك عشان خايفة أقرب كلمة كده ولا كده، وحابسها برضه وأنت عارف إنها جاسوس. مطرة! كلمة زيادة وهنسى إنك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم، واللي كان انا بس عايزه اقول لك 2 كلمتين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ أنا مش فاهم انتوا مالكوا ومالي، حاشرين مناخيركوا في سكتي ليه؟ أتجوز ما أتجوزش كله بكيفي أنا، مش بكيفكوا انتوا. أنا عارفة إن البت عاجباك وداخلة دماغك، بس أنا كمان ست وأفهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، إن ضغطت عليه شوية يفرع في وشك. هو ده عيب النسوان، بس اطمني يا أختي. أنا أعرف كويس أوي إمتى أفضل وأبوه. ماشي، غالي والطلب رخيصة يا فندينا. لعلمك أنا أقدر أخلي أي عيل من عندي يعملها، إنما أنا أحب أدي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع إيه؟ نضيف نضيف، ويتوب علينا ربنا. دين أنت بس الدادة. ليه؟ المعلومات يعني. لا قول لي الاولانيه. الداده. الداده يا واد انت اللاده بحبك. حلاوتك يا فندينا ما جاش يا حلو. فاكر يا ده لما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمه زعلت. انت مالك انت ولا حلقة المكاتب؟ انت مالك؟ انا عينيا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي خد يا سيدي الدايده بتاعتك، يرضع منها براحتك. يا جاشي هو انا كده تعبتك؟ قال لا 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 لا، تعبك راح. المره دي هتعب لك، المره الجايه تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعه يا فندينا اول عطفه من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي اخلاق المعلمين والا فنة. ولا على راي المثل ايه، لا يأس مع الحياه ولا حياه لمن تنادي. يعني ولا حاجه. انت خاشش المجلس نعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. والنبي يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروحي لاخواننا البعدة. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عقدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي وسطي وهعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطره. نعم يا معلم. فكيها وخديها نضفيها ورفضي تراب الكركبه دي من عليها وراجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليكي من الحكومه؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح. انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرتي تفرديها شويه افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي. ها بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موكوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نروح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل يا ياسر بيه احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه يا علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاويه، كرامه، مطره، شوق، سوريا. حريم الرجاله دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول لرجالتهم. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انهي خرابة دلوقتي؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك غير البحر وربنا حلله زي ما حلل لقمة العيش. والفاتحة على اللي هيقل باصله ما يراعيش ربنا في اكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هللة. بسم الله يا رجالة، احنا مكشوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح أكتر إن شاء الله. والمصلحة اللي بين الرجالة بتدوم يا معلم هللة، وده اللي احنا عايزين نأسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم. ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الأوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف إن السكة رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤولية يا معلم، مسؤولية. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي إدراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا ما تخافوش، هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبون عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبله. يا سلام. نبله. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى عيت ابو زنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش، وده عشاننا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمة، واللي أوله شرط آخره فانلة. قلتوا علينا ربنا. على فين العزم يا أبو سنة؟ أصل شوق مخنوقة شوية، قلت أخدها تفك عن نفسها في أي حتة. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بين اربع حيطان يا حاجه. اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه، ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، اسلام لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عين شوق. مش يلا. عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر ولا تتاخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. طب كله يعيش مع نفسه، اللي ناوي جروحه يا نافوخ. ايه يا رمانه مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعة ما اديتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعة ايه؟ انت ضاربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا اختي. رمانه يا دكتورة. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. أأمريني وأنا أجيب لك أسطول دكاترة يبقى تحت رجلك، بس أنتِ تقشري. أنا تمام. أحلى أساسا أعلى وزكي الكوم الليل وآخره. ميرسي يا شلبي. أنا تحت الأمر والطاعة. وريني كده. إيه مالك اتنفضتي كده ليه؟ ما إحنا كنا كويسين. يا فندينا شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا معلش تعال اقعد معايا على البار. لا مؤاخذه يا فندينا. يلا ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته؟ الخال. ايوه الخال ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود روق. انت عرفت السكه منين؟ البركه بشوق. لا اله الا الله. مالك يا اخويا، مش بيقولوا اللقا نصيب؟ انما ايه الحلاوه دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. ده خير. ده يا شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكاره، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. رمانه الحركه دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابه يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. رمانه اهي ليله انضربت يا ملط. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. قمر تسترخي. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صباعين دخان الخال يالا. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقول لي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله. خلي بالك من نفسك. أسد. تب علينا ربنا. قال لي بالحق أبو جمعة، لو تبنا ربنا هيقبل التوبة دي؟ طبعا يا راجل، ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل. أمال. أنت جمايل ورق. مين ده؟ ده المطرب. قولي لي يا بنت يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر، لا سحر ولا شعوذه، دي توريثة بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوريا، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا. اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت، ولاك ماني قاعده انضفك. لمي نفسك لاديكي بالشبشب. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني وانا كنت مش نضيفه ولا ايه عشان تنضفيني انا زي الفل اهو؟ والله لا يا اختي كنت مهمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابساني. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس؟ وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي، اجيب لك تليفونها، افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي، يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو والله لا امي، خد امي انا هنا يا معلم، والله احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورينا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصاحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنه. احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه، نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. الدنيا زي المرجحة وتحت وفوق، فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة وتحت وفوق. أفندينا تحية جميلة لحبيب قلبي أحلى أفندينا في الدنيا، معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة، من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دنيا بعافية ولا عايزه مال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوات، اللي عداها وقال كافية تحتفوا من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بك مرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. بوسي قولوا تحية لأفندينا بتنور الدنيا علينا، خميس أفندينا بتنور الدنيا وصاحبته جميلة أحلى معلم أبو سنة. قولوا هو ده. الدنيا سيما وطبيعتها وكلها أفلام، بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام. دي حاجة جميلة لأحلى أفندينا في الدنيا. قولوا الله عليكي يا شو، ايه الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي؟ اتفضلي. اشبكي ايدك في ايدك كده وشبكة ال10 الكرام دول ومليك عليا حلفان. أنا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، إيه النضافة والشياكة اللي أنت بقيت فيها دي؟ سيبك أنت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ انا لسه على قديمه، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارى؟ الايام دول يا ملط، امبارح شوق والنهارده رمانة. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غير شانا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهوني من عينها. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه؟ بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فنديل. ايك يا شو، ايه الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي؟ اتفضلي. اشبكي ايدك في ايدك كده وشبكة ال10 الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النضافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديمه، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارى؟ الايام دول يا ملط، امبارح شوق والنهارده رمانة. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غير شانا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهوني من عينها. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه؟ بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فنديل. عسل بشمعه في بطرامة منصوبة لللق وللقار، الشوكولاتة يا محشية ملك كام كهربانة من غير سلك، بلبل مفيش ولا ايد طايلة وتبردك يا لو سخنت، ابرم برم دي الكلب ده السمنه البلدي الاستبندي السمنه البلدي الاستبندي، ولولا حبوبه شايله عروبك ولا هاكلك والملعوبه، ادي كل في قلبي ادي كل في عقلي ادي كل في قلبي ادي كل في عقلي، نعمه عسليه تكون مخليه جت بصيتها فيك او عايزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاعة. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليلة العمر. عايزك تعزمني كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش أي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هللة؟ معلم هللة ده بقى أنت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل امي الأبجية، واحد اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ ايه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاعة على قد حالهم، مش حملك يا كبير. لا عادي، أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم كأنهم ما اتولدوش من أساسهم. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبنا أوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، أنت عارفه سريع الطلقات. ها؟ أنت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضه الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفاله الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين تلغي في اللي سايبه على المكتب امبارح. خلوا تبذير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. دي هي. هي مين يا متر؟ علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون، امشي احسن حد مستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جايلك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف اكيد انت الست حنتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست مطر. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامه، ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا قاسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده منوشه كده رجاله. واخد بالك يا علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا، اعرفها عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده يا علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه تفضلي في خدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما تصحي، والمره التانيه بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رمله مبروكه تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عامله زي الحجر يا ست مطر. حاجه زي كده يا اختي. يا اختي انا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني. ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافه، فله من جوه ومن بره. الحكايه يا اختي ملهاش دعوه بالنظافه. امال ايه كل ده من كيس الرمله دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي المفورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي حنتوش منتوش طربوش منفوش. انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك ده وقحه؟ بقول لك رقاصه. ما اعرفش يا اختي باينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قرره واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفوا من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض. يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف. لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خمس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سن ده ينيل عيشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير تعمل شر تلقى. انا حققت في اللي انت قلته، وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هرده؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم، وسلمت دجلك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضه يا خالي. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبه ما بقتش كده، اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت بفوره. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله، ورايا عزوه وسند، بس النوح مش هيسكت. احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمك، مش هيسيبها بالساهل. ها؟ وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خالي لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس؟ انت عامل ايه في الجواز يا خالي؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا. مش ولا اهو خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ايه الجوازه اللي هي ايه يا فندينا؟ رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها لمصارين النوح. قول لي انك فهمتني. هروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خراشي، انت على طول نطيت لي كده في وشي. يا عم ابقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حاكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق. والنسوان زي ما انت عارف غلابه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جره. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابن كرامي، انا مش عارفني، انا توت مني كرامي انا حبيبتي. صراحه يا ست مطر انت ايدك فرطه قوي في الفلوس، كنت سيبي لي انا حكايه الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجه. النتيجه؟ النتيجة مضمونة 100%، اسأليني أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين، وبعدين هي يعني الفلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عايشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر، ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بوانه يا جميل. يلا يا اختي يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش لايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. أنا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزة في وشي قدام الناس ويقول لي شلبي بيشيل الزبالة دي من هنا؟ أنا زبالة يا بيزة؟ أنا؟ وهو إيه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو إيه وبيشتغل في إيه وبيتاجر في إيه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا أبلة. ده أنت قهرتيه، ده أنت قعدتي تقولي رمانة 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 ما بتكدبش أبداً. ولسه وديني لو اوريه هخليه يقول حقي برقبتي، هعرفه مين هي رمانه اللي ما بتكذبش شعبك. والنبي تهدي يا ستي، اما نطلع عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاتنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا، حاضر يا ابله، حاضر. خدي. بالشفا يا قلبتي. ودي اللي اوريكي يا خميس. اتهبلتي يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص، نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا، وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا.